فرح الجاوي مضبوط المنظمة الثقافية البحرينية. الله يسعدك، تسلم. أنا موجودة هلأ هون في الجزائر لأنه البحرين مستضيفة عاصمة الثقافة لسنة 2013. باراكودا في قصة جديدة جبناه باش يروح للبحرين لإقامة حفل. الاحتفال كلياته 4 أيام حياخدوا $1,000. كوميديين مغنيين الراي $20,000. كم؟ $20,000. 20,000 دولار. 200 مليون بدرهم. 200 مليون. 4 أيام كل واحد عقده فيه سعر مختلف. كل واحد السومة تاعه. كل مصاريف تاعه. بالضبط. أيوة طب إذا ما نروح تبين قلت خدمة أروح. شو ما نقول أنا سنحاول بس وطلع شوفير كمديتو كوميديا هو يقدم في الحفلة. هكا قلت لي. منها تنشيط ومنها كوميديا. تنشيط بصفة كوميديا. لا أنا ما دبوا تخدم معي. نخدم. ما يدخلوا يجي روجك ما الدار أنا باش نخرج لا لا. ما عرفتش كيفاش. معلش عفوا ضيع معلش. بعد ما خرجت فرح البحرينية هل باراكودا يتغير من ممثل كوميدي إلى مطرب؟ هيا شوفوا. مغني مغني صحيح مغني الله يقول مغني طه عمري مدرس يا مغني لا قلت لي ممثل اللي يدي 10 ملايين غادي ندخل معايا مغني صحيح يخلصوا يخلصوا 10 ملايين مش جايب 10 على 200 قال انا مرهق قال انا مرهق مني والله باراكودا قال مغني مالك راسي ولا نزرك شعانك نزرك شعاني بلا جرارية شو اتفقتوا؟ هو تاني تغني يا كوميدي ولا مغني؟ كوميدي ولا مغني؟ اللي صوته حلو يعني؟ بيصير يغني شو؟ معلش أسمعه؟ غادي معه ولي يا البوهالي ودربالة قلتي لي دير النية درت النية وراني من شوف شوف خليج هذا خليجي تاع الجزائري هذا الجزائري تقليدي هذا تاع يا الشاب رضوان قنعته في 200 مليون يخدع من يمنك هكذا تدير في صحابك انا عندي استفسار بدي اساله هلا استاذ انت بدك تروح بدك تروح على فئة الراي فئة الراي يعني حطوا هنا فئة الراي عملوا عقد تاع فئة الراي فئة معايا شوطه وبيغني راي هون يغني راي يا سلام هاي راي؟ راي لا هذه غنى انا مغربي فانا لما احطه في فئه الراي لازم يغني راي فهمت؟ راي غني لك راي ولو ما غنيش والله بس قلت لك شوف هو هذاك شوف لبسه هو تدي لابو تاع راي واه هو تدي غير لابو تاع راي صح بس اسمعك عس انه انا يكون عندي فكره ووجهه منظر فهمت؟ عس اني اكون عارفه انه اخذت الشخص المناسب أنا جامي 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 من سكرتي جامي 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 من سكرتي عنده ما كاش الإيقاع الإيقاع ما عنده إيقاع ما عنده ما شاء الله ما عندنا ما كاش الماتريال ما كاش الماتريال ما عندناش يلا يا سيدي مش مشكلة يوميت ما بنعمل بروفا معكم كلياتكم مع بعض طيب مش بخسر موجود معنا هو كمان عندي اجتماع معنا اهلا وسهلا استاذ طرقتي بيتختار لتجيبوا لكم للدار انا كنت عم بحكي معهم على موضوع المصاري يعني منشطين عندهم $1,000 $1,000 منشطين $1,000 نعم مغنيين راي $20,000 مغنيين شعبي $10,000 غني مالك ما تجيب غني ما فيش مشكل سمعني غني لك طول الغيبة ما جاش راح لي يا راح يا داري واللي وقتاش نشوفو تبرى الجراح قل يا الغالي وعلاش قلبك هكذا قصاح انا والاخ باراكودا غنوا لي صوار يا كاع حفلات حفلات بس كنا نديروا الكوميدي ونديروا تقديره وجمعتو موسيقيين بصح هل المطرب الكبير باراكودا راح يديهم معاه للبحرين لا ندي معايا انا اصحابي بصح على رضوان كنا مش تقولوا مع وصل باراكودا شكون يخدم معاه انا نخدموا معاه ما بيعاونوك هذو ما بزبطوا معاك احنا فرقه متعاملين مع بعضياتنا فرقة موسيقية متعاملين معاها والله سمحوا لي نرجع
خويا عيط الحسن ولا يسقسي يقول له قديد راه باعو. بس انا كيشوف اقول لك شيء هلا انت هون بدكم تتفاهموا، اذا ما اخذكم الاستاذ انتم ما راح تروحوا، راح ياخذ فرقته، راح ياخذ فرقته خمس اشخاص. سامعنا يا خويا ولا لا لا شيخ شوف حنا انا ما نروحش معليش ياك بس ارادوني يدي صحابه يدي لي كي بتاع انا نروح نقول والله نروح رضوان يومين ولا استنى فيك كي جات شغل عباد شغل زعما قرص وخبز شغل ثاني حيت كنا القوت يكذب عليك رضوان احنا كنخدم معاها هي تخدم معايا اسمح لي خويا رضوان تخدم معايا تخدم لي لاكام تاع لاكام هتعرف باركودا تخدم لي بيتين نخدم لكم ما كاش كاع مشكل مرحبا بكم صاحبي مرحبا بكم ما كاش مشكل والله غير مرحبا بكم بصح مرحبا انا نروح رضوان يا رجل ولا كيفاش والله غير نروح اقسم بالله العظيم غير نروح يا رضوان قسما بالله غير نروح انا انسان مهبول رضوان اقسم بالله العظيم غير نروح ما تعيطش خلاص اسمح لي اسمح لي اسمح لي اقسم بالله غنروح يا رضوان صاحبي ربي يهدر صونا ريحي ريحي واحد اللي يهضر معاك باين بلي يموت على الموسيقى كما واحد ما يخدمش موسيقى كابوس هكا ريحي يا رضوان صاحبي على بالك هو واش ما شفتوش واش دار هودي هودي صاحبي ريحي يا نادر هو واش دار عفسه مليحه اللي دارها نهضر معاك معليش سمعك راه انت زعما كيما نقول لك قدام الناس ومنا ورانا ضياف راهم ضياف عندنا ومنا هذيك كيما هكا هكا شوف هكا على بس بلي ما احنا هكا كيما رانا جدو حسن هو انا ما نروحوش كيما هكا خويا احنا ما نخدموش غير موسيقى احنا عندنا عباد اللي دورو كابويرا هذوك هما كابويرا بتقولي كابويرا بتقولي خويا يا اخي انت مغني يرحم بابك اعطيني ريتم تشوف واش نديرو احنا سيرتا اه يا باراكودا حتى الطبل تعرف الطبل صايد انا والله نقول لك حاجه انا لقطه كيما هكا من نجم شروح تعرفي عند ما نديش معايا عند ما والله العظيم ما نروحها والله انا حقرتك ثاني انا حقرتك انا ما نروحش كنت غني ما نروحش ما نروحش هذا ماشي ما نروحش هذا ما في غني هذا ما في شكون اللي تمشي شوتر انا ثانيك هذا ما يغنيش وهذا ما يغنيش هذا هو اللي يغني يعني لو سمحتوا يا زلمه يا جماعه الخير اول شيء انتوا في الاوتيل اوكي ثاني شيء فهمني انتوا بتغنوا ولا بتغنوش انتي وش حقي انا اذا ما بتغنوا ما راح انتي وش حقي هنا في الجزائر وش حقي انا محتاجه مغنيين يا اخي اذا انت ما بتغني هذا مغنيين هذا ما تبغوش معروفين انتوا ما يغنوش هذا ممثل صح راني معاك هذا ممثل نقسم لك بالله غنينا في العراس غنينا في روح غنينا انا الشيطان هذا ديزارتيست صاحبي غنينا هذا هو دابا يوري كوميدي كان يغني تتغني جد انا منشط انا جورنالي يعني انت انا نهضروا لك في الحقيقه هذه الحقيقه سمعي الحقيقه انا بينا ثاني تشاور باسكو هذا نفهمك حتى مشاوره ماشي ما يغنيش يا اختي ممكن تخلينا خمس دقائق لحالنا ماشي مشكله تفضل خذوا راحتكم خذ راحتك عم بنى قلب وحباس كش بدنا له الكابوس اي صاحبي باك باللي درت لنا شوف درت فري 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 كاريتا صاحبي عاشوران انا ما قدش نديك صاحبي على ما قدش نديك انا بيرسون انت تفهم انت تفهم رانا بيناتنا انتوما تفهموا دونك انا شونتور كاين نديك كاين نديك انت وتقعد انت وحطك راه شنو ندير انا تغني انا كي نغني صاحبي فهمني انا كنغني انا نغني ها نغني ديو معاه هاي هي دي هي انا نعاونه هو يعاون انا نعاون يرزق في الميزه ما مثل مليون صاحبي سما انا دروك انا انت سما انت صلي على النبي اصلي خليتني باش نكشفهم هما والله كشفتهم غير على جالك انت انا متاسف ما شاء الله انا ما عمري اشتغلت بهاي الطريقه سوري يعني اختنا تفاهمنا وقال لي دوك تجيني معايا معلش اخويا روح انت اخويا واللي فيها الخير ربي يجيبها وصاي روح انت وصاي طب احكي لك شيء استاذ نعم انت يعني ترو معي اخويا درو بعدين يا من البل لا انا احكي لك شيء بصراحه عجبني وانا يا ريت لو بكون
اي قلت انت خذ رمضان معليش لو سمحت قلت خذ رمضان لو سمحت انت بعدين نحكي معك قلت خذ رمضان خلاص معليش ما دام صاي 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 برا نروح نضربوا شويه انا وياك اسكت علينا انا حاخذكم كل اغنيه حتغني كل اعطيني مقطع سمانيه انا هلا راح اجيب العقود توقعوها انا حاسمعك اخر مره راح اطلع لك قصيده شرقيه جاي تزمل وراي سمرواني الحسودي مهبوب تاريش بيب عودي عديارك عودي سمرواني الحسودي طيب خليني احكي لك شيء بتشوف حالك في رمضان كاميرا كاشي ولا مش تكابتي بالنقور كابري عند الفطر اخويا قال لك بوس وما كاش لي روح وكسب معايا سيمو ما تهضرش معايا قالوا لي تعشى يتزمل وراي قلعوها هذيك قلعوها وقعد نغني وقع من نيتي يا اخويا نقول لكم صحه فطوركم اذا رانا في رمضان صحه فطوركم ستار ستار بكم عطينا كلمه الجماعه اللي كيف تاع ستار ستار نكرهكم كاع راكم كاع بلا غمينه اليوم اكتشفنا ان باراكودا فنان كامل ممثل مطرب وطبابلي اما انتم غدا وحلقه جديده مع اثنين من الفنانين